انطلقت فعاليات سوق البسطة في نسختها الخامسة وتستمر حتى فبراير من العام المقبل في كل يوم جمعة والسبت من كل أسبوع وفي موقعها المخصص بحلبة البحرين الدولية. ويشار إلى أن سوق البسطة لهذا العام ينظم من قبل المحافظة الجنوبية وبالشراكة مع مؤسسة تمكين وبدعم من مؤسسات القطاع العام والخاص. أصداء وأجواء ملأت أرجاء هذا المكان بعبارات اكتمل بريقها وبان وهجها التي لطالما تصدرت محيط كل بقعة بفرجان المملكة منذ سنوات طوال. فعودنا هذا الزمان زمن الأجداد ليحالفه القدر أن يحيى من جديد. سوق البسطة الخامس صورة منمقة تشهد مجموعة من الفعاليات الشعبية التي تناولت الموروثات البحرينية الأصيلة. أنا مشارك هنا طبعاً دور السقاي. السقاي هذه اللي يروي الماء قديماً يعني من تراث البحرين، وهذا الشيء احنا نحاول نحافظ على التراث البحريني، نروي الناس والسياح اللي جايين نرويهم شلون كان الماء يوصل حق الناس للبيوت. يعني ما كان بسهولة مثل الحين. يشارك في سوق البسطة عدد من المحلات والباعة من مختلف الشرائح التي تمثل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المشاريع البسيطة والأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية التي رسخت في الذاكرة البحرينية وأصبحت متوارثة جيلا بعد جيل. مشاركين هنا في معرض البسطة، ودائما نحرص ان نشارك في الفعاليات في البحرين مثل المعارض مثل الفعاليات اللي موجودة اللي تصير في البحرين في الفعاليات البحرين، فنرويهم شغل يدنا، نرويهم الاساسيات اللي احنا المطلية اللي احنا نتعب عليها ونشتغل بها واحنا نسويها بيدنا بروحنا نفعلها. فطبعا عندي اكسسوارات حق ليلة الحنة، عندي حق الجلوة اللي هو القبقب وعندنا المرتعشة وعندنا المعرة وعندنا المحزم حق العروس وحق ليلة الحنة. يعني شكل مشهوم يعني من زمان، يعني دائما هاللون الأحد نودوني والله شاي من عارض والله دي يعني أشكه ودي، والمشموم من ابائنا واجدادنا الاول لادهم في الاشتل قيض يطيبون بالمنازل يبخرون بلدي ما تعلق كتوا عليه خنه ورششوا وحطوا في المنزل في البيت في الحوش ما شاء الله ريحته شخنها، يعني مشموم روجي ولاد العصر بعد النسوان ما تعلق شكت الياسمين وقعدت اشب الثوب والراجي في راسه. إقامة سوق البسطة يهدف إلى التمكين من الدخول لسوق العمل بكل أريحية وتسهيل الاتصال بين المنتجين والمستهلكين والمجتمع وتثقيف المستهلكين حول استدامة المنتجات المعاد تدويرها والكلفة الحقيقية للبضائع المستوردة، حيث تم توفير منصة لبيع المنتجات المعاد تدويرها أو صديقة للبيئة العضوية. من سوق البسطة تحديدا ومن هذا المكان كان لنا موعد من التشويق والترفيه الذي جمع بين أركانه مختلف الأجواء العائلية والشعبية التي تعبر عن الهوية البحرينية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.